حضراتكم ان المنتج المصري لازم بجد يكون مطابق للمواصفات، وده الفلفل الخاص بعملية التصدير، واحنا مع حضراتكم النهاردة داخل احدى شركات فرز وتعبئة الفلفل الخاص بالتصدير. تابعونا وحلقة جديدة وبرنامجكم تبقى للمواصفات. مشاهدينا لسه مكملين لقاءاتنا مع حضراتكم من داخل احدى شركات تصدير محصول الفلفل، ولقائي الان مع المهندس مصطفى البنا مدير عام فحص التقاوي بالنبريه. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. النهارده عايز اعرف من حضرتك دور حضرتك اللي بتقوموا بيه في عمليه فحص التقاوي، وتحديدا في منتج زي منتج الفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول عايز اعرف حضرتك ان اداره فحص واعتماد التقاوي بالنبريه بتتبع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي اللي هي فرع من فروع وزارة الزراعة. ده جهاز منوط به البحث عن الجودة أو الحفاظ على جودة التقاوي. دور الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بجميع فروعها على مستوى الجمهورية دورها دور رقابي، بمعنى إن هي بتبحث عن الجودة وتحافظ على جودة التقاوي. الدور اللي احنا بنقوم بيه حضرتك في مثل هذه الحالات، احنا بمجرد استيراد التقاوي من الخارج عند وصولها للمطار بيتم فحصها حجريا بواسطة الحجر الزراعي اللي هو احد فروع وزارة الزراعة المهمة، ثم يليها الفحص بمعرفة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي. بمجرد حضرتك ما بيتم الفحص والتأكد من الصلاحية بيصدر لها اختار اسمه اختار فحص، ده دليل الصلاحيه. بمجرد ما بينتهي من الفحص بتختارنا الاداره المركزيه بالافراج الجمركي المؤقت او الافراج الجمركي عن رساله التقاوي المستورده للجهه الطالبه للكميه. بتتم عمليه المتابعه داخل برضو الشركه اللي طالبه التقاوي. بالظبط كده حضرتك، بمجرد ما بتوصل لرسالة التقاوي إلى الشركة على طول بيتم تكليف أحد المهندسين بالحضور إلى الشركة لمعاينة الكمية والتأكد منها.
بيتم معاينة الكمية من ناحية الصنف، من ناحية الكم، ومجرد ما بيلاحظ المهندس مطابقة الكمية المستوردة مع البيان اللي جاي لنا أو الإفراج اللي جاي لنا من الإدارة المركزية، بيتم التحفظ على الكمية بمكان مرخص، بمكان مرخص للتقاوي تحافظ عليه، بيتم التحفظ عليه عشان نحافظ على التقاوي. بعد عملية التحفظ بيوفينا المسؤولين ببرنامج زراعة هذه الكميات. برنامج زراعة هذه الكميات على طول بيجي يحضر تحضر لجنة من إدارة فحص اعتماد التقاوي ليتم الإفراج عن كمية التقاوي اللي هيتم زراعتها على قد المساحة. فبيجي اللجنة تتم الإفراج عن الكمية وتتم زراعة الكمية في المساحة المطلوب. برضو أنا كنت عاوز نوه على حضرتك أن بيتم حضور الزراعة، وبعد ما بيتم حضور الزراعة بيتم رفع المساحة من على الطبيعة على الرقي، بيتم عمل محضر زراعة للكمية المزرعة والمساحة المزرعة، ويتم رفع المساحة بعمل الكروكي اللازم له، ويتم اختار الإدارة المركزية الفحص واعتماد التقاوي بالجيزة اللي بدورها بيتم اختار وزارة الزراعة. الفلفل عشان يتصدر بيمر بمراحل كتير جدا، عشان نتعرف على المراحل دي من اول ما بيستلموه لحد ما بيصدروه هنلتقي بالمهندس محمود عبد العظيم مدير جودة. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. قول لي بقى بتعملوا ايه في الفلفل من اول ما بتستلموه كده في كراتين لحد ما بتصدروه؟ بيجينا الفلفل في تمام الساعة كده الساعة 8:30 صباحا، بعد كده بيجي هنا بيستلمه مشرف جودة ويفحص المعايير بتاعته من تشوهات لعفان لكده، وبعد كده بنحط هنا بناخدوه من عند الاستلام نحطوه على الطنبر هنا، ويبتدي العامل ينزله في الطنبر بصورة كويسة عشان طبعا لضمان انه ما يحصلش فيه كدمات او حاجة زي كده. وبعد كده بخش على المراحل بتاعته، اول مرحلة المرحلة بتاعت الماء البارد ماشي، وبعد كده بخش على مرحلة الماء الساخن على درجة حرارة من 50 لـ 55، وبعد كده بخش على مراحل التجفيف بتاعته، وبعد كده بخش على الاوردر بتاع اللي هو الكاميرا التصوير بتاعته. بتحط كل سايزر نظام سايزر، بنحط طبعا الاوزان بتاعته على حده، في كل حوض بيبقى نازل على الوزن بتاعه حسب الاوردر اللي هو محطوط له الفلفل. بيبقى فيه مواصفات معينه بعض الدول بتطلبها؟ طبعا هو طبعا بيبقى فيه طبعا مواصفه لكل عميل، وبيتم تنفيذ المواصفه دي حسب طلب كل عميل، وبتختلف المواصفه من عميل للتاني. يعني مثلا بيبقى فيه عميل درجه اولى بيبقى ليه مواصفه، والدرجه الثانيه بيبقى ليه مواصفه ثانيه. طيب انت شايف ان في مواسم يعني ناس طول السنه بتقبل على استيراد الفلفل من مصر، ولا بيبقى فيه مواسم معينه؟ لو يعتبر الفلفل دلوقتي يعتبر من المحاصيل اللي هي دلوقتي تعتبر قد تكون رئيسيه في مصر، يعتبر المراحل بتاعته بيقعد طول فتره السنه بالنسبه لعندنا هنا. يعني اكتر الدول اللي بتطلب مننا فلفل ايه؟ والله يعتبر بتعتبر افضل دول دلوقتي، الدول الاوروبيه كلها بتاخد من عندنا في مصر بوجه عام. يعني مشاهدينا ولسه مكملين كلامنا عن الفلفل، ولقاء الان مع المهندس شريف الفار الاداره العامه للحجر الزراعي بالاسكندريه وغرب الدلتا. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بك يا فندم.
ايه هو الدور اللي بتقوم بيه الاداره في فحص المنتجات وتحديدا منتج الفلفل؟ بالنسبه للاداره العامه للحجر الزراعي عموما، هي الاداره المشرفه على النباتات الزراعيه او المنتجات الزراعيه اللي بتدخل مصر واللي بتطلع من مصر، سواء بالنسبه ان احنا من خلال شغلنا كله بنشتغل من خلال قانون، ما بنشتغلش من مزاجنا او بنشتغل من خلال خبراتنا، لا ده في قانون محدد لعملنا اللي هو قانون 3007 لسنه 2000، القرار 3007 لسنه 2001 بيحدد لنا في كل حاجه بالنسبه للايه اللي المفروض نقبله، ايه المفروض نرفضه، الحشرات، الامراض، عشان نحافظ على الصحه النباتيه بتاعه البلد هنا. وكمان بنشتغل من خلال البروتوكولات اللي ما بيننا وما بين الدول الخارجيه، يعني احنا مثلا دلوقتي مثلا بنبص للفلفل، الفلفل احنا بنفحصه بعد بناء على الجهه اللي هي هيتصدر لها المنتج. المنتج لما بيروح مثلا دول أوروبية لها اشتراطات ومواصفات معينة، سواء في التعبئة، سواء في الشكل، سواء في الحجم، سواء في نوعية، في أمراض ممكن تقبلها، في أمراض ما تقبلهاش، في حتة تقبل معالجات، بتطلب معالجات حاجات دول تانية ما بتطلبش. فاحنا دورنا كحجر زراعي ان احنا بنساعد المصدر ان هو يقدر يصدر بضاعته بالصوره المقبوله للجهه المتصدر لها، سواء كان في السوق الاوروبي او في السوق العربي. طيب برضو نفس الرقابه بتكون بنفس الشكل كده على الصادرات والواردات ايضا؟ الواردات بتبقى اقوى، لان اجراءاتنا في الواردات بتبقى اقوى واشد، لان دي داخله على البلد عندنا، وبيبقى دي احنا الخط الدفاع الاول بالنسبه للامراض والحشرات اللي المفروض ما تدخلش، لان لو دخلت هنا هتسبب حاجات مشاكل كتيره جدا. فاحنا بنحاول ان احنا نتجنبها من خلال ان احنا نعمل الاجراءات نتشدد فيها. يعني مثلا بالنسبه للقمح، القمح بيتفحص بره وبيتفحص في مصر، بالنسبه للتقاوي بتاعت البطاطس بتتفحص بره بتتفحص في مصر. طب وبالنسبه للفلفل في حاله وجود مثلا مخالفات او تكرار مخالفات، هل في اجراء معين بتقوموا بيه؟ طبعا بالنسبه للفلفل انا بيجي المصدر بيتقدم بطلب فحص للمنتج بتاعه عشان تطلع لجنه تفحصه. اللجنه بتفحص المنتج ده، لقيته مطابق للاشتراطات اللي هو محددها والشروط بتاعه التصدير اللي هو عاملها، بتوافق له عليها بيتصدر. في حال لو لقينا اي مشاكل فيها بتوقف العمليه بتاعه التصدير ما بيتصدرش، وبيقوم جاي عامل المهندس بيقوم جاي عامل رفض للشحنه. عند المصدر حاجه من اتنين، يا اما بيعيد تدوير المنتج ده تاني بحيث ان هو يصلح من شكله، او من لو في امراض يشيل الحاجات المصابه ويحط حاجات كويسه، او ان هو بينزلها السوق المحلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف بيكي؟ مبروك عبد الوهاب. قولي يا مبروك، انت بتعملي ايه هنا؟ انا بعبي فلفل، فلفل بينزل لي في الحوض وعبي في الكرتون. يعني اول حاجه بتعبي، طب قبل ما بتعبي بتمسكي الفلفلايه بتشوفي فيها مواصفات معينه، لازم يكون فيها شكل معين؟ لازم اشوف مواصفه الكرتونه الاول، وبعدين الحبايه اللي ما تنفعش بطلعها فرزه فريحي واعبي المواصفه اللي انا عاوزاها. لما بتبقى ما بتنفعش بيبقى فيها ايه مثلا؟ قولي لي. ممكن يكون فيها ضربه سكينه، القصه بتاعتها مش مظبوطه،
عدد الغرف اللي هنا دول ممكن يكونوا مش اتنين. كم واحدة؟ في أربعة وفي ثلاثة وفي اثنين، احنا بنعبي الأربعة والثلاثة والاثنين بتطلع فرزة. وبعد كده ايه اللي بيتم يعني اللي مش جيد او اللي شكله مش نافع بتعملي فيه ايه؟ بطلعه فرزه وبحطه على سيرهم بياخدوه درجه تانية. والكرتونه بيبقى ليها كميه معينه؟ هي بتبقى لها وزن معين. دي انها 5.5 كيلو. بتشتغلي هنا بقالك فتره؟ دي بقالي 3 سنين. تحبي الفلفل؟ بحب. تحبي انا واحد الاصفر ولا الاحمر؟ لا الاثنين عادي. مكملين مع حضراتكم متابعة عملية تصدير الفلفل، وهنشوف حاليا المرحلة دي هي مرحلة ايه. بس الاول اتعرف بيك. وليد مصطفى ابراهيم. اهلا بيك. قولي المرحلة دي انت بتعمل ايه دلوقتي؟ دي مرحلة منتج النهائي. بتعمل ايه بقى؟ انا منتج النهائي دلوقتي انا شغال على مواصفة عميل بالنسبة للدرجة الاولى والدرجة الثانية على حسب العميل اللي انا شغاله. بالنسبة للدرجة الاولى بيشترط مثلا على اللون 80 ل 85، بالنسبة للون بيشترط مثلا على وزن الثمرة وعلى حجم الثمرة. معنا 3 مراحل اللي هو الاوزان والميديوم واللارج. بنشتغل ده بالنسبه لاوروبا. دي كده درجه اولى ولا درجه ثانيه؟ لا ده بالنسبه دلوقتي هي معانا درجه ثانيه. ده طبعا هنشغل درجه ثانيه. درجه ثانيه. انت اتكلمت على نوعين من انواع السوق، المحلي والاوروبي. هل بيبقى فيه مواصفات معينه لكل واحد فيهم؟ نعم، بيبقى كل واحد ليه مواصفه معينه بالعميل نفسه. زي بقى؟ زي مثلا بالنسبه للون، الحجم، مثلا نسبه الحيود، حد الحيود ده بياخد مثلا درجة لون من 80 ل 85. الدول العربية بتاخد أقل شوية. وبالنسبة مثلا لوزن الثمرة، أوروبا بتاخد بوزن الثمرة بحجم الثمرة. أما الدول العربية يعني مش كل العملاء بتشترط مثلا الحجم والوزن والكلام ده. هل بيبقى في فرق ما بين مثلا الفلفل الأحمر والأصفر غير في اللون؟ بيبقى في فرق في حاجة تانية؟ الصنف نفسه، اسم الصنف نفسه. أسمائهم إيه بقى؟ إحنا معنا مثلا الصنف الفلفل الأحمر، معنا السيليكا، ومعنا المازوركا. بس المازوركا ده بيجي في الصيف، ده احنا ده شغالين منه ده تسيليكا. وده نوع ايه؟ بالنسبه للاصفر ده معانا منه اللي هو الفيستا، ومعانا منه اللي هو الليمون، اللي هو الليمون اللي هو لون الليمون. ماشي. ده بالنسبه لاصناف الفلفل. زي ما عودناكم دايما احنا موجودين في كل مكان خاص بالمنتج، واحنا دلوقتي داخل تلاجة حفظ الفلفل، وحياة جو جميل. هنتعرف دلوقتي على درجة حرارة حفظ منتج الفلفل من المهندس. اتعرف بيك. احمد صيام. طيب قول لي مهندس احمد، هنا انتوا احنا داخل التلاجة بتظبطوا التلاجة على درجة حرارة معينة؟ طبعا. على كام؟ من 6 ل 7 درجة مئوية. الكلام ده بيختلف عن قبل وبعد تغليف الفلفل؟ يعني درجة الحرارة بتختلف قبل وبعد؟ لا، هي الدرجة ثابتة على طول في الفلفل في داخل التلاجة، أما خارج التلاجة بتختلف مع الجو اللي ورا. أما في التلاجة ثابتة من 6 ل 7 درجة مئوية للمنتج. في تلاجة طماطم ورا بتبقى من 10 ل 12 درجة مئوية. يمكن أكتر حاجة السوق الأوروبي عموما بيركز عليها ومن أهم شروطه هي عملية التبريد. متابعة عملية التبريد، هل بيبقى فيه بتشيكوا أو بتتابعوا عملية التبريد من وقت للتاني؟ طبعا، في اللي لازم في دوريات. المهندس بتاع التلاجات، مسؤول التلاجات، اللي لازم بيخش يفحص ويشوف الدرجة المظبوطة اللي هي من 6 ل 7 درجة مئوية. طبعا مدة المنتج بتقعد 2 يومين اللي هم مدة التشغيل لغاية الحاوية ما تحمل وتطلع للمين. طيب في حالة لا قدر الله انقطاع التيار الكهربائي بتعملوا ايه؟ في مولدات كهرباء خارج المحطة بتشتغل بعد نص ساعة على طول من انقطاع التيار الكهربائي. هو
وهي مفروض ان يعني لا قدر الله الوقت اللي ممكن يفسد فيه الفلفل قد ايه؟ يعني تقريبا عن قطعة 24 ساعة اقل حاجة. ده المنتج المصري وتأكدنا 100% انه مطابق للمواصفات. كنا معاكم من داخل احدى محطات تعبئة وفرز الفلفل. تابعونا وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم طبقا للمواصفات.